يعد التربية بالتعنيف سواء اللفظي أو الجسدي من أبرز المشكلات التي تواجه الأسر والمجتمعات في عصرنا الحالي، حيث يمكن أن تترك آثاراً نفسية عميقة ومستدامة على الأطفال. تتنوع أشكال العنف بين الصراخ والإهانات إلى الضرب والتوبيخ الجسدي، وكلها تؤدي إلى زعزعة شعور الطفل بالأمان والثقة بالنفس. ويترتب على هذه الممارسات نتائج سلبية تمتد على جوانب مختلفة من حياة الطفل، بدءا من الأداء الأكاديمي المتدهور وصولا إلى اضطرابات نفسية مثل القلق والاكتئاب. بالإضافة إلى ذلك، قد ينعكس هذا العنف على سلوكيات الأطفال، فيتجه البعض منهم إلى العنف كوسيلة للتعبير عن مشاعرهم المكبوتة. لذا من الضروري مشاهدينا توعية الآباء والأمهات بأهمية التربية الإيجابية واستخدام أساليب تربوية تعزز من نمو الأطفال النفسية والاجتماعية بشكل صحي وسليم. ولكن كيف ذلك؟ هذا ما سنعرفه الآن مشاهدينا من خلال هذه الأخصائية، أخصائية تنمية الطفل وأيضا المستشارة الأسرية ماريا عقادي، والتي ستنضم إلينا هنا في الاستديو. يسعد مساكي وأهلا وسهلا في ديوان بلقيس. الله يسلمك. يعني لما نتكلم على التربية يمكن في مفهوم منتشر بشكل كبير اللي هو الضرب ما يأثر على الطفل، وإحنا أصلا ضربنا والضرب مش هيأثر في شخصياتنا، ولازم يكون في عندنا هذا الحزم الخفيف. حتى في بعض الأهالي يقول يمكن 3 ضربات في حياة الطفل تكفي، مرتين 3 10 مرات يعني يعدوه ويحسبوها للأسف. هلا المشكلة إنه الأهل بيخلطوا بين الحزم مثل ما حكيتي كلمة وبين الضرب. الحزم ضروري بالتربية وهو مهم. نحن اليوم كآباء لازم نكون في عنا قواعد صارمة، لازم نكون حازمين مع الأطفال، ولكن هذا ما بيعني انه نضرب او ما تكون هي وسيله ضرب لحتى ننفذ الحزم عن طريق الضرب. لذلك يعني حابين نسال علشان يعني نعرف ما هي اشكال العنف الذي يتعرض لها الاطفال. هلا العنف بمفهومه، يعني اذا بدنا نحكي بمفهوم شوي شامل اكثر، العنف هو اي فعل او سلوك او كلام او حتى صمت ممكن يكون بهدف الأذى أو الضرر للشخص المقابل. هل الصمت ممكن يكون عنف؟ نعم، لما يكون الطفل هو في عنده احتياجات تواصل، نحن عم نهمله، نحن عم نكبته اجتماعيا أو عم نعزله أو ما عم بيكون في التواصل الكافي معه بشكل ليلبي احتياجاته التنموية، فممكن نقول انه هون كمان ايضا طفل عم بيتعرض للتعنيف من خلال التجاهل مثلا. الصمت العقابي يسموه يعني. نعم موجود مزبوط، هذا الصمت العقابي كثير صرنا نسمعه بهي الفترة، بيستخدموه الكبار حتى بين بعضهم او بالعلاقات الزوجية، بنلاقي انه تستخدمه الام او الاب مع الاطفال. للاسف. طيب خلينا نفهم يعني الاثار السلبية نتيجة استخدام هذا النوع من التربية اللي انت ذكرتيها، وكيف بتأثر على نفسية الاطفال سواء في مراحل الطفولة أو حتى على مستقبلهم. هلأ العنف بكل أشكاله هو له آثار سلبية على الطفل. بعض الاعتقادات الخاطئة بفكرة أنه بس العنف الجسدي اللي هو بترك آثار كدمات أو أثر الضرب على الطفل هو المؤذي، ولكن كل أنواع العنف على الأطفال هي مؤذية ولا ممكن تكون آثار طويلة الأمد. صحيح أنه العنف الجسدي هو صعب وممكن يكون خطير على الطفل، ممكن يسبب كدمات كسور، وصحيح أنه أيضا العنف الجسدي له آثار نفسية عميقة، ولكن العنف النفسي أو العنف اللفظي أو العنف الاجتماعي اللي ممكن نمارسه تجاه أطفالنا هو صحيح أنه هو غير مرئي، ولكن هو أيضا مضر جدا. هو أنا بقول أوقات أنه هو خبيث، العنف النفسي هو عنف خبيث لأنه بيكون أثره ممكن يطلع بأي وقت، يتفجر عند الطفل ولو بمراحل عمرية لاحقة، نلاقي فجأة أنه بلشت تظهر آثاره ونحن ما يكون عندنا سيطرة عليها. مثلا العنف الجسدي طبعا أنا ما عم ببرره، ولكن ممكن اليوم الطفل مثلا صار عنده كدمة بسبب العنف الجسدي، أنا أجرب أتعامل معه بشكل مباشر، صار جرح صار كسر. ولكن العنف النفسي أو العنف النفسي الناتج عن العنف اللفظي بيترك آثار جدا صعبة وممكن ما تكون آثار مباشرة، هي هون تكمن خطورته، ما تكون مرئية بالنسبة لي. وحتى لما تطلع بمراحل عمرية لاحقة، من شوي ذكرتي كلمة أنه لكنا كلنا ضربنا وما صابنا شيء، فليش أنه نحن لما هي المشاكل ممكن اليوم نعدي فيها نحن كأشخاص بالغين، ما نقدر نربطها، ما نعمل هذا الربط مع العنف اللي ممكن يكون الطفل تعرض له بالطفولة. أيوة. لا ممكن أنا إذا ما لو ما انضربت ممكن أنا
كنت اكون شخص افضل مما انا عليه الان. فهذا نحن ما بنعرفه، فهذا هون تكمن صعوبته، انه نحن ما في عندنا ربط مباشر بين الشخص او اللي عنده هلا مثلا اضطرابات قلق، اكتئاب، فشل اكاديمي، فشل بالحياه المهنيه، فشل بالعلاقات، كله مرتبط بالطفولة. كله ممكن يكون مرتبط بمشاكل بالطفولة، ممكن يكون مرتبط بالعنف، فنحن إنه ما قدرنا نربطه هذا لا يعني إنه هو ما ترك أثر. طيب أستاذة ماريا، ما هي العلامات السلوكية التي قد تظهر على طفل اليوم يتعرض للعنف في المنزل؟ العلامات السلوكية ممكن تكون كثيرة، ممكن الطفل يصير عنده تنتقل حلقة العنف ممكن من المنزل لبرات البيت، إما يكون الطفل هو عم بيمارس العنف على أشخاص آخرين، يكون عدواني، يكون عنده نوبات غضب، نوبات بكاء، أو ممكن الطفل بما أنه صار عنده مشاكل هي يعني تقدير ذات، هو يحس حاله أنه أوكي أنا بستحق الضرب، فيكون هو ضحية لأطفال آخرين عم بيمارسوا العنف، لأنه خلص هو صار عنده أنه أنا أستحق، لأنه هو عم يتعرض للعنف أو عم يتعرض للضرب بالبيت، فهو ما عنده مشكلة أو ما بيستنكره بالبيئات الخارجية. المشاكل السلوكية أيضا ممكن نحكي، ممكن الطفل يعاني من فرط النشاط مثل ما قلنا، سلوكيات يعني مع الأسف أنه العنف هو بيأثر على كل الجوانب، فهلأ أي مشكلة سلوكية نحن حكيناها ممكن تكون هي مرتبطة أيضا بغير اضطرابات، ممكن أيضا تظهر كعرض على العنف. طيب في كمان جانب مهم جدا هو منتشر عندنا في اليمن بشكل كبير، يميل الآباء إلى تربية الأبناء الذكور بالتعنيف الجسدي والضرب. تسأله تقول له ليش تضرب ابنك؟ يعني عمره سنتين، سنة ونص، يعني يكون سنتين سنة ونص يعامله بالضرب، يرميه على الكنبة، يعني أساليب تحسي ما يعني ما بيعملوا هكذا في السجون يعني. مع الأسف. فكيف نحل هذه المشكلة؟ إنه أنا حاب إني أقوي يعني يكون عندي طفل قوي لكن بدون استخدام التعنيف. كيف تمام. أنت قلتيها كثير جملة حلوة، إنه طفل قوي، القوي مو القوي مو بالغضب، والقوي مو بالصراخ، والقوي مو بالضرب. مع الأسف هذا التشوه المعرفي إنه نحن الرجولة هي مرتبطة بالقوة، وإنه الرجل هو بيضرب، والرجل بيكسر، والرجل بيغضب. فهون هون يكمن الخطأ، تشوه. نعم. تشوه معرفي مثل ما قلت لك. فلا بيقدر الأب إنه اليوم يربي رجل قوي بشخصية قوية بدون ما يضرب. أنا اليوم طفلي ممكن تكون شخصيته قوية لما أكون عم بعطيه مساحة ياخذ قرارات بالمنزل، بعطيه مساحة يكون في مساحة للحوار، مساحة ليعبر عن ذاته، مساحة آمنة للطفل. قلت لك هو في كثير أشياء نحن ممكن نعملها، بس الآباء ممكن نتيجة التعنيف ممكن بيشوفوا أنه هو بيعطي نتائج سريعة ولو هي ما دائمة على فكرة. يعني إحنا بنشوف إنه الأهل اللي بضربوا طفلهم ممكن يكون هنا ضربوه 20 مرة على نفس السلوك، طب ليش ما تصلح؟ لأنه الضرب ما بيصلح، ممكن يعطينا نتيجة كتير مؤقتة. ممكن الطفل اللي كان عم بيجرب يخرب هي القصة، أنا ضربته فهو قعد مثلا اليوم، بكرة رجع عاد نفس السلوك. أيوة. لأنه الضرب ما بيصلح، لا هو بيعطينا المشكلة. بيعطينا حل مؤقت أو حلول كاذبة، إحنا بنشوفها من بيتخيلنا أنه هي انحلت بس هي ما انحلت. يمكن العمل لازم يكون على داخل الطفل، أنه أنا الحافز الداخلي، أنه أعطيه أسباب تشجيعه وتقويته. أنا اليوم ممكن طفل بعمر سنتين يمسك هاي المي، كاس المي اليوم حاطين قدامه ويكبه، هو تصرف خاطئ بالنسبة لي وتصرف خاطئ بالنسبة لك، ولكن هو ممكن كطفل بعمر مراحل عمرية مبكرة هو عنده فضول، يعني هو ممكن يكون عارفانه خطأ ولكن كان عنده فضول إنه إذا انكبت المي شو رح يصير. فأنا بحاول إذا كان طفلي عم بيمارس ممارسات مثلا ممكن أنا أشوفها بوجهة نظري كبالغ إنه هي مؤذية أو مضرة، أحاول أشرح له، ألبي فضوله بأساليب أخرى، إنه هو هل عنده فضول، فأنا بطريقة صحية ألبي له هذا الفضول، يستكشف. فضول فطري طبيعي، فضول فطري. فلذلك نحن اليوم كآباء عن جد إنه نحن بس هذا الطفل اللي قدامنا نحن نفهم مراحله التنموية، نفهم إنه هو بده يعمل هاي المشاكل وهو بده يخطئ لحتى يتعلم، نحن بنتخلص من كثير اشياء. بس انت اليوم حاطه هذا الطفل قدامك وبدك اللي عمره سنتين يتصرف كرجل او كزلمه، كرجل بالغ. نعم. ما بصير تخاف، ما بصير تبكي، الزلمه ما بيبكي، الزلمه بيخاف، لا الزلمه بيبكي والزلمه بيخاف، ومن حق الطفل انه يختبر كل هاي المشاعر لحتى يعرف يتعامل معها بالمستقبل. نعم. انا الطفل اليوم اذا ما اختبر الخوف وما اختبر انه هو بكي او زعل على نكبتها من عمر يعني صغير جدا، بالاخص كبت المشاعر يعني هذه من، فبينما انا لا اسمح للطفل انه هو يختبرها تحت ما بدي اقول السيطره اللي هي تكون مضره، بس تحت اشرافي،
أوجه الأخطاء بشكل صحي، ونشتغل على الحافز الداخلي اللي هو بيكون آثاره أو نتائجه هي طويلة الأمد أكثر من الضرب والعنف. طيب أستاذة ماريا، للأسف طلع مؤخرا في كثير من المشاهير والذي يتكلموا أحيانا حتى بتصل إلى السخرية على مفهوم التربية الحديثة والنوتي كورنر مش عارفة إيش، وما فيش أحد كبر وتعلم إلا بالضرب، وهذه للأسف الرسائل الذي بيوصلوها يمكن للناس كثير يتأثروا فيها. فكيف يمكن اليوم للأهل الذي بيتابعونا أنهم يتعرفوا أنهم يستخدموا أصلاً أنا أساليب عنف، وخاصة أنك قلتي مش بالضرورة تكون ضرب فيها جسدي، أنا اليوم أستخدم أساليب تعنيف للطفل وأنا مش عارفة، كيف ممكن يتعرفوا الآباء والأمهات لهذا الشيء؟ في جزئيتين أنت حكيتي عنهم، رح أجاوب على أول وحدة. تفضل. أول نقطة، نحن في مثل ما في أشخاص إن كتير تبنوا التربية الحديثة وراحوا فيها باتجاه متطرف جدا لحتى وقعوا بخطأ، فايضا في عنا فئه ثانيه ظهرت هي ضد التربيه الحديثه ايضا بطريقه متطرفه. فيا جماعه نحن بدنا الوسط، بدنا التوازن، الطرفين متطرفين صحيح، بدنا التوازن. فاللي نشر ممكن اليوم انتشار على السوشيال ميديا المؤثرات، اللي مجرد ما وحده صار عندها تجربه امومه فهي قررت انه تعمم هي التجربه وانه تصير تعطي نصائح عن الامومه، يعني تربية صارت هي ما نواقعية، ما فيها الحزم، ما فيها الصرامة اللازمة للطفل، فهي خلت في أشخاص أنه هنا ضد هذا الشيء، ولكن هنا ما أجوا على الطرف المعتدل أو المتوازن، راحوا أنه لا أنا بدي أربي أطفالي مثل ما أبائنا ربونا. فالتربية الحديثة هو أساساً المفهوم الخاطئ عنا خلى هدول المتطرفين أنه أنا بدي أضرب وبدي أعنف يظهروا بسبب الجهة الثانية اللي حكينا عنها. بس الآباء والأمهات يعني ضعوا بين الطرفين اليوم. تمام. فنحن اليوم أنا بدي توازن، أنا بدي اليوم كأم أو كأب أنا لازم يكون في عندي قواعد واضحة بالمنزل، في عندي قواعد صارمة، ولو أنه أنا كان في بعض النوع من القواعد أنا بكون مرينة فيها، ولكن يكون الطفل دائما الطفل بحاجة لوقت هو يكبر للروتين، بحاجة ليكون عم يتوقع شو رد فعلي أنا اليوم، بحاجة يكون هو عم يتوقع أنه هذا الفعل في له هي النتيجة، ما أكون أنا عندي عدم تناسق بتربيتي إنه أنا اليوم بعصب لأنه كب المي ويوم أتساهل ويوم بضحك أو يوم بتساهل ويوم بعاقب. فنحن نكون متوازنين، عن جد التوازن هو كلمة سر لكل الجوانب التربوية، نحن نكون متوازنين. فهي هي نقطة، نحن مشان إنه ليش الأهالي بيكونوا هن رافضين للتربية الحديثة، لأنه فاهمين التربية الحديثة خطأ. ولكن طيب. طيب أكيد الآن في أب وأم يسمعون الآن وعرفوا الأثار السلبية وفهموها وحابين يعرفوا الحل. الآن أنا أريد أن أكون أب حازم، أم حازمة، لكن بدون استخدام لا عنف لفظي ولا جسدي، أعطيني الوصفة يعني كيف نتصرف؟ هلأ هي التربية رحلة أكيد ما أنا رحلة سهلة، هي رحلة شاقة، بتتطلب كتير الصبر وبتتطلب كتير التفهم، وبتتطلب أنه أنا تعاطف أيضا، أتعاطف مع هذا الطفل اللي هو لا مخه بيفكر مثل، لا دماغه بيفكر مثل دماغي، مثل ناضج. نعم. ما أنه ناضج، فهو بيقيس الأمور من منظور آخر غير منظوري، فأنا هو صعب عليه أنه يفكر مثلي، ولكن أنا ممكن يكون أسهل علي أنه أتعاطف معه أو أحط نفسي مكانه، أو حتى أقرأ أكثر عن مرحلة طفلي أنا اليوم العمرية لحتى أفهم كيف أتعامل معه بطريقة صحيحة. مثل ما أنا التوازن غياب نرجع ممكن لأنماط الأبوية، النمط الصحي أو الديمقراطي هو النمط الأبوي الصحي، هو بيكون فيه قواعد واضحة. مثلا أنا اليوم في عندي قاعدة أنه ممنوع ينام برات الطفل، ينام برا البيت بدون أهله، فأنا هي أحد القواعد الصارمة الحازمة اللي لا يمكن أنه تتغير، خلص الطفل بيكون بيعرفها، فهو ما رح يجي يطلب مني مثلا انه يكسر القاعدة. ايضا في بعض القواعد اللي بتكون فيها مرينة، هي مسموح فيها اليوم انه نحن في بعض التنازلات او في بعض الحالات الخاصة. الطفل بيقدر يحدد على فكرة من طريقة تعاملي وطريقة انه انا لاي درجة ملتزم بهذا الشيء. ايضا يكون في تواصل، التواصل الصحي، انه انا الطفل اعطيه مساحة امنة انه هو نحكي مع بعض فيها، يعبر عن مشاعره ويعبر عن احتياجاته، ايضا انا اعبر له انه هذا التصرف مرفوض لانه كذا، اشرح، ما انا اقول لا وبس، يعني بدون ما اشرح اسباب للطفل. ايضا في عنا ممكن بالنمط الديمقراطي اللي نحكي عنه او الصحي، انه الطفل يكون في عنده جزء او مساحه باتخاذ القرارات، بتكون حدود مثل ما انه واضحه له انه انت مسموح لك بهي المجالات انك انت تتخذ قرار، اعزز ثقته بنفسه، اقبله لطفلي، وهذا الشيء بيخلق عندي طفل قوي، طفل شخصيته قويه ورجل مثل ما قلتي من شوي اذا كان طفل ذكر. طيب
طيب نجي الآن للأطفال الذي بعمر ما نقولش الطفولة المبكرة لكن بعمر دخول المدرسة، كيف يؤثر العنف اللفظي والجسدي والنفسي زي ما ذكرتي على تحصيلهم الدراسي وعلى علاقتهم ببقية الزملاء؟ هلا من شوي حكينا انه ممكن دائره العنف انه هي تطلع لبرا البيت، تمام. فممكن الطفل اللي عم بيتعرض للتعنيف هو يا اما يكون برا المنزل هو شخص متمرد بما انه طلع عن سلطه الاب والام او سلطه الاثنين مع بعض، يعني حسب مين عم بيمارس العنف، فهو يقرر انه هو يصير صاحب سلطه برا البيت، أيوة. فلاقي انه هو عم بيضر الاطفال الاخرين، عم ياذيهم، بالتالي ما قدر يكون علاقات اجتماعيه صحيه بالمدرسه. والطفل بالنهايه هو كائن عباره عن تفاعلات، وكيف علاقاته الاجتماعية، كيف تحصيله الأكاديمي، كيف تواصله، كيف تقديره لذاته، كيف هو شايف نفسه. فالعنف هو عم بيكون عم بيدمر كل هي الأشياء، بيكون عم بيدمر الطفل غير قادر على بناء علاقات اجتماعية، يا أما هو متمرد جدا يا أما هو خاضع جدا، بيكون تابع هو دائما بما أنه في عنده مشاعر خوف وقلق، فمنلاقي ممكن يكون أنماط التعلق اللي هو عم يبنيها مع الأشخاص، ممكن يكون هو كتير متعلق بالأفراد، بيخاف الناس تتركه أو تتخلى عنه، بيسمح للناس أنه هي تأذيه أو تضره لأنه هو ببيئة عم يتعرض فيها للتعنيف. ففي دائما عندنا احتمالات هي كتير مفتوحة، ممكن تكون مثل ما قلنا رجعنا لخط التوازن، أنه يا أما الطفل بيكون كتير متمرد يا أما بيكون كتير خاضع، ما في هذا الوسطية اللي نحن بدنا إياها بالتربية. أيضا الطفل لما بيكون عم يتعرض مستويات عالية من الهرمونات التوتر والقلق والضغط، هي بتأثر بشكل سلبي على تحصيله الأكاديمي، بتأثر على مهارات مثل التركيز والانتباه، وأيضا حتى على النمو إذا بدك كمان، إذا مو بس التركيز والانتباه، حتى على نمو الطفل، لأنه مشاكل العنف ممكن تأثر على مشاكل النوم، مشكلات بالنوم، آلام جسدية ممكن تعمل للطفل، ممكن يصير عنده آلام مزمنة مثل آلام المعدة والصداع، آلام المفاصل. يعني أنت ذكرتيني بقصة للأسف مؤلمة جدا، في أب وأم الآن هم كبار في السن، ابنهم يضربهم، يعني ضرب شديد ويضرب إخوانه، يضرب أي حد في العائلة، يعبر عن الغضب من خلال الضرب. لما الأم هذه كانت بتشكي لأحد الجارات، فبتسألها بتقول لها يعني صارت كبيرة في السن وبتنضرب من ابنها، فبتقول كان أبوه صغير يضربه. يعني شوفي التأثير، اليوم هذا الطفل صار رجل اليوم، نعم. وصار رد فعله السريع والآني في أي لحظة غضب أو مشكلة خفيفة أو لو الغداء ناقص أو تأخروا على الموعد الفلاني ضربه مباشرة، يعني يضرب أمه وأبوه، نعم. فيستغرب الأهالي التأثيرات، تأثيره كثير كبير وبيختلف. نحن كمان في عنا عامل شخصية هذا الطفل، هو لأي درجة مثلا هش أو هو لأي درجة عنده مرونة نفسية، يعني ممكن بنفس العائلة نلاقي كل واحد هو تأثر بطريقة مختلفة. من شوي قلت لك أنه في أثر خبيث هو بيطلع بلحظة بنفقد السيطرة عليه، مثل الورم الخبيث كيف ممكن الإنسان يفقد السيطرة عليه وقت يطلع فجأة. أيضا الآثار النفسية للتعنيف أو للأخطاء التربوية الفادحة اللي هي بتكون على الطفل ممكن تسبب هذا الشيء. وايضا في عنا عوامل اخرى كثيره غير مثلا شده هذا العنف، هو لاي درجه، هل هو العنف قائم مثلا من الابوين ولا من طرف واحد، هل في بيئه اجتماعيه داعمه، هل في اصدقاء داعمين او بيئه مدرسيه داعمه. فكل هي العوامل هي بتاثر انه لاي درجه تكون الاعراض او التبعات تبع هذا العنف تكون اشد على مراحل عمرية لاحقة. نتمنى لجميع الآباء والأمهات، يعني صراحة التربية مسؤولية كبيرة، وأن نكف عن هذه الحلقة خلاص، يعني لابد أن ينتهي اليوم، نعم، هذا النوع، نعم، من التعنيف في يعني أوساط مجتمعنا العربي إن شاء الله بإذن الله، وأنه نحن نحاول قدر المستطاع أن نحن نخلي طفولة أبنائنا وأطفالنا آمنة، ما نخليها ذكريات. نكون صبورين عن جد، التربية بدها صبر. أنا ما في بس هي أكيد نقطة. بالطبع بدها صبر. أنا ما الطفل مرحة قال له لا بقى تعمل هيك هو يبطل، هو بده مرحلة طويلة المدى، بدي أصبر عليها بعدها. نعم، فهي صبر، نحن بدنا صبر. يعني مثل ما بنزرع نحن الشجرة بذرة وبننتظر، بنضل عم نسقيها فترة طويلة ونحن ما عم ناخذ نتائج أو ما عم ناخذ نتيجة ملموسة، هيك الطفل أيضا ممكن أكون عم بقدم لهذا الطفل وأنا شايف أنه هو مثلا ما عم، فجأة عن جد أنا رح ألاقي أنه هي الشجرة أثمرت بطريقة كثير جميلة ونمت بطريقة صحية. يا سلام، إن شاء الله نخل، نحاول قدر المستطاع أن احنا نفيد المشاهدين في أن نخلق هذا الوعي علشان نخلي ذكريات أطفالنا عن طفولتهم سعيدة، ما تكونش ترومات وعقد يتعالجوا منها لما يكبروا. الأستاذة الاختصاصية اختصاصية تنمية الطفل والمستشارة الأسرية ماريا عكيدي، شكرا لك لكل هذه المعلومات التي أعطيتها للمشاهدين ولنا، يعطيك ألف عافية. شكرا.